طيب برحب فيكم في النمبر ثيوري. النمبر ثيوري احنا في تشابتر هذا اللي زي ما بتعرفوا بناخذ نظرية الأعداد وبناخذ معاها كمان ايش اللي هو بنسميه بروف ميثودز دايركت بروف. بناخذ النمبر ثيوري وبناخذ دائما معاها كلنا مش ننسى انه مش بس احنا معنيين في الثيوريز في نظريات الأعداد اللي بناخذها بس كمان معنيين في اللي هو الدايركت بروف as a method. حكينا في السكشن الأول عن بعض خصائص الأعداد، بعدين أخذنا الريشنال نمبرز وأخذنا الديفيزابيليتي، واليوم بدنا نأخذ الكوشن ريمايندر ثيوريم. في الكوشن ريمايندر ثيوريم أول شيء بدي أقول إنه هذا المحاضرة دائما بتلقوها كل المحاضرات تاعت الديسكريت ماثماتيكس مسجلة على هذا الرابط. في الكوشن ريمايندر ثيوريم اللي هو في محاضرة اليوم بدنا نأخذ شي هي الكوشن ريمايندر ثيوريم، وبعدين بدنا نأخذ عليها تطبيقات. أول شيء بدنا نأخذ المود والديف والمود وتطبيقات عليهم، وبدنا نأخذ كيف نمثل الأعداد الصحيحة في الكوشن ريمايندر ثيوريم. طيب شي هي الكوشن ريمايندر ثيوريم؟ بصف يمكن الثانية أخذنا القسمة الطويلة وقلنا إنه أي عدد مثلا زي 11 تقسيم 4 بنأخذ 2 بصير 2 ضرب 4 بيساوي 8 والباقي 3، يعني 11 تساوي 4 ضرب 2 زائد 3. هذه النظرية اللي بنعرفها. طيب إحنا هون عنا دي، عنا رقم دي، وعنا عنا رقم N، وعنا اللي هو دي اللي نقسم N عليه، فبيطلع عنا Q، وبعدين بعد عمليات معينة إحنا بصفي عنا R. و Q هذه اللي بنسميها الكوشنت، و R هي الريمايندر. الكوشنت اللي هو الحاصل، و R الريمايندر. يعني الكوشنت ريمايندر ثيرم شي هي؟ معناته أي عدد بيساوي D ضرب Q زائد R. هاي هي النظرية. طبعا بشرط انه R يا بتكون صفر أو أي عدد، صفر أو أي عدد. طبعا بده يكون دائما هذا العدد أقل من D، مستحيل يساوي D. دير بالكم هاي مش أكبر أو يساوي، هاي D هي أكبر من R بما أنها طبعا عدد صحيح دي. هذه نظرية الكوشن ريمايندر ثيوري. مثلا ال 54 شو تساوي؟ تساوي 4 ضرب 13 زائد 2، يعني Q بتساوي 13 و R بتساوي ايش؟ بتساوي 2. والناقص 54 Q بتساوي ناقص 14 و R بتساوي 2. طيب ال 54 تساوي برضو أي عدد ضرب 0 زائد 54، يعني بهاي الحالة بيكون Q تساوي 0 وإيش و R بتساوي 54. هذه النظرية اللي نشوف عليها تطبيقات مثل المود والديف، وبدنا نشوف عليهم كمان كيف نقدر نستخدمهم مش بس في البرمجة وكمان في تطبيقات في الحياة. نبلش. شو هو المود؟ شو هو الديف؟ وشو هو المود؟ الديف زي ما قلنا انه انا لما بقسم بضل عدد صحيح، يعني 32 ديف 9 تساوي 3. والمود اللي هو يعني اكبر رقم صحيح بقدر احصل عليه من 32، وعندي ال 32 الباقي، يعني بقول لما اذا بقسم 32 على 9 كذا بضل الباقي، بضل الباقي 5. المود والديف اخذناها في يمكن أخذناها في المدرسة، وممكن أخذناها كمان أكيد أخذناها في لغات البرمجة. كيف بنرمز للديف في زي مثلا السي بلس بلس والجافا والدوت نت؟ برمز لها بإشارة سلاش. هذه دير بالكم هذه مش التقسيم، التقسيم إشي ثاني. والديف المود برضو برمز لها في إشارة البيرسنت في السي والجافا، وبرمز لها في سلاش الثانية في الدوت نت. هذول أشياء بسيطة بنعرفها أو تعرفنا عليها في أكثر من مكان. هاتوا نطبقها. بدنا نطبقها لو قلنا إنه
إذا اليوم الثلاثة، اليوم إيش؟ اليوم الثلاثة. إذا اليوم الثلاثة السنة الجاي مثل اليوم، شو بيكون؟ كيف بدي أسويها؟ على افتراض إنها السنة هاي اللي بدي أفترضها أنها السنة الجاي مثل اليوم، إنها ولا إنها السنة مش كبيسة، يعني عدد السنة 365 يوم. اللي بيعرف شو يعني كبيسي، خلينا نأخذ بريك من المادي وأقولكم شو السنة الكبيسي. نحكي شوية فلك. بنعرف إنه السنة مش 365 يوم، هذا تقريبا السنة 354.64 مش متذكر كديش. فإحنا كل أربع فبزبطش معانا إن نقسم الأشهر هيك، لا يعني يطلع فيها بيرسنت. فدائما الأشهر بدنا نعملها عدد أشهرها يكون عدد صحيح. فإحنا منحبش فبروري، فمنضيف كل أربع سنين منضيف يوم على فبروري، يعني فبروري مش 28 يوم، يعني كل أربع سنين بصير 29 يوم، يعني منضيف سنة على كل أربع سنين منضيف يوم. وعلى فكرة بكفيش، يمكن كل 70 أو 80 سنة بعرفش كديش كمان بضيفوا يوم عشان تزبط الحسابات. مش موضوعنا، موضوعنا إنه السنة مش كبيسي، is not a leap year. leap year إنه إنها خلاص 365. طيب عشان أحسب السنة الجاي مثل إذا اليوم الثلاثة السنة الجاي مثل اليوم شو بيكون، أنا هاتوا نحسب إنه 365 يوم ديف 7 تساوي 52. يعني بالمناسبة 52 أسبوع. ليش قسمت على 7؟ عشان أسبوع، لأن أنا بدي أحسب الأيام. و 365 مد 7 تساوي 1، يعني it means إنه السنة اللي هي 365 يوم تساوي 52 أسبوع زائد يوم. So, كيف بدي احسب السنة الجاية مثل اليوم شو بيكون؟ او السنة الجاية مثل اليوم، يعني يعني بعد 364 يوم اللي هم 52 ضرب 7، هاي حيرجع اليوم طبعا شو يكون؟ 3. بس السنة بعد انا كنت سنة مش بعد 300، مش كنت بعد 364، كنت بعد 365، يعني بعد سنة شو بيكون يوم؟ فبزيد عليه يوم. شو بيطلع اليوم؟ يعني بعد يوم الثلاثة، اليوم بعد يوم الثلاثة بيكون يوم الأربعاء. هذا تطبيق بسيط جدا على المد والدب. هاتوا ناخذ تطبيق، ناخذ كيس ثاني. إذا اليوم الخميس، يوم الخميس، وأنا بدي أعرف إنه الفلد، واللي طبعا التاريخ اليوم نفترض إنه 16/10/2014. ليش هذا التاريخ؟ لأنه هذا التاريخ اللي سويت فيه المثال، يعني مش مهم. إذا اليوم الخميس واليوم 16/10/2014 شو بيكون الفالنتاين دي بال 2015؟ الفالنتاين دي للي بيعرفش بيكون إيش؟ 14/2 عددا، 14/2/2015. فأنا الآن بدي أشوف، بدي أعد، بدي أقول من اليوم، لا من اليوم، من هذا اليوم، لا هذا اليوم، من 16/10/2014 ل 14/2/2015 كم يوم بدي أعدهم؟ بدي أقول عندي في شهر 10 ضايل كديش يوم؟ 15 يوم، لأنه شهر 10 31، وفي شهر 11 بضل عندي وفي عدده 30، و12 عدده 31، و1 عدده 31. بديش أقول كديش يوم بشهر 2، لأني أنا بس بدي أوصل ل 14، يعني بس عندي 14 يوم، يعني مجموع هذول بيطلع كدي 121 يوم. 121، يعني من هذا التاريخ لهذا التاريخ معانا 121 يوم. اليوم شو هو؟ الخميس. طيب باجي بكسر 121 ديف السبعة، كده بيطلع
حسبوها لحالكم تطلع 17 أسبوع 17. طيب مد 121 مد السبعة كده بظل، يعني إذا كنا 17 ضرب 7 بيطلع عدد زائد 2 بصير 121. ف 121 مد السبعة يساوي 2. على فكرة بالمناسبة أنا ما بلزمني أحسب الدف، أنا لازم من هون فورا كوليت، من هون فورا كوليت، من بالضبط لازم حليت السؤال بسرعة وكوليت من هذا التاريخ لهذا التاريخ عندي 121 يوم، ال 121 مد السبعة تطلع 2، معنى إذا اليوم الخميس معناته بضيف عليهم يومين الخميس، ظل الخميس وبعدين اللي بيوم اللي بعده بيطلع ايش هو السبت، يعني بعد 17 اسبوع اذا بدكم بس للتفسير 17 اسبوع بتكون يوم الخميس، ضيف عليه يومين بيطلع يوم السبت. طيب نحل مثال ثاني على اللي هو المد والدف او على الكوشن ريماندر ثيوري. Suppose إنه M is integer وعندنا M مد 11 تساوي 6، M مد 11 أو إذا M مد 11 بتساوي 6 كديش 4 M مد 11؟ كيف بدي أفكر فيها؟ بقول أنا من هان شو يعني 4 M متأسف شو يعني M مد 11 يساوي 6؟ يساوي إنه M تساوي إيش؟ 11 ضرب عدد زائد 6. هاي هيك معناها. هاي الام، هاي الام، انا بحكيش عن الام، انا بدي الاربعة ام مد 11 كديش، يعني انا بدي الاربعة ام. فاذا انا جيت كولت جيت كولت انه الاربعة ام شو تساوي؟ بسيطة، هاي الام تساوي هيك، الاربعة ام اضرب هذول ضرب اربعة، يعني بيطلع 44 كيو زائد 24. عشان انا اطلع احسب مد 11 بدي احاول اطلع ال 11 عامل مشترك، يعني انه 4 ام تساوي 11 ضرب عدد، 11 ضرب عدد زائد ار، واشوف قديش ار. فبدي اشوف انه اطلع، احاول افكر اني اطلع 11 هون عامل مشترك. فهاي شو بتساوي؟ بتقول 24 كيو زائد 22 زائد 2 وتساوي 11 في 4 كيو زائد 2 زائد 2. انتبهوا انه هذا هنا صارت عندي 11 ضرب انتجر، هاي انتجر زائد 2. وعلى فكرة انا مش مهم عندي ايش هذه ده هذا الانتجر، المهم انه 4 ام تساوي ايش؟ 4 تساوي 11 ضرب انتجر زائد 2. Thus نقول 4 M مد 11 تساوي كديش؟ إذا 4 M يعني 4 M تساوي 11 في انتجر زائد 2 معناته 4 مد 11 تساوي كديش؟ 2. أنا بدور على هاي. هذا تطبيق على الديف والمود لحل المسائل أو الكوشن ريمايندر ثيوري. بناخذ هلا كيف نطبق نظرية الأعداد، كيف نمثل الأعداد الصحيحة في الكوشن ريمايندر ثيوري. إحنا بنعرف إنه في الأعداد لها باريتي، لها خاصية بنسميها الباريتي اللي هي المود أو الإيفن. لما نيجي نمثل الأعداد كنا في الكوشن ريمايندر ثيوري، أو إذا بنمثل هنا الأعداد بنقول إن تساوي إن أي عدد انتجر يساوي، أو بقدر أكتبه على صيغة 2 كيو زائد R، و R ممكن تبقى 0 وممكن تبقى 1 وبس لأن هي أقل من 2. هاي هيك بدي أمثل أنا الأعداد، يعني لأنه عندي R يا إما 0 أو 1 معناته إن يعني أي عدد بكتبه على شكل 2 كيو زائد 0 أو 2 كيو زائد 1. نعرف هذا أخذناه لما أخذنا الأد والإيفن في أول التابتر. هاي بنسميها الباريتي، الباريتي تاعت الرقم. طيب نيجي نثبت هاي النظرية
باستخدام الكوشن ريمايندر ثيوري. نقول عنا to any two consecutive integers have opposite parity. فسرها. أي عددين متتاليين يعني وراء بعض وراء بعض consecutive. انتبهوا مرات أو مش كثير طلاب بيعرفوا شو يعني consecutive. consecutive يعني معناها متتاليين وراء بعض. أي عددين وراء بعض بيكون لهم opposite parity، يعني واحد إذا الأول odd الثاني بيكون even، إذا الأول even الثاني بيكون odd. أنا بدي أثبت هاي النظرية. يعني given m و m زائد واحد، يعني عنا إذا أعطينا أو افترض إنه عنا عدد والعدد اللي بعده، دير بالكم هذا مش ترتيب كodd، أعطينا أنا بقول العدد والعدد اللي بعده. Then one is odd and the other is even. واحد منهم بيكون odd واحد even. بعرفش أنو منهم. هلأ عشان أثبتها بدي أكسبها لحالتين. أول شيء بدي أفترض، يعني لما هيك هنفترض بدي أسحب العدد. افترض العدد اللي الأول اللي سحبته طلع إيش؟ even. هاي أول حالة. أو الكيس الثاني إنه يطلع إيش هذا العدد اللي سحبته يطلع odd. طيب إذا العدد الأول طلع even يعني إنه هذا العدد ما أقدر أكتبه على شكل 2k، والعدد اللي بعده اللي هو m زائد 1 شو بيكون؟ بيكون اثنين، بيكون زائد واحد. العدد m زائد واحد اللي هو 2k زائد واحد، وهذا العدد اللي هو بده يكون ايش؟ odd. من تعريف الodd نعرف انه هذا العدد 2k زائد واحد هو ايش؟ odd دائما. هلا افرض العدد اللي سحبته الكيس الثاني طلع even، طلع odd. شو يعني؟ يعني انه m شو يساوي؟ بيساوي 2k زائد 1. بدي افحص هل العدد اللي بعده هل هو even؟ يعني اذا m تساوي 2k زائد 1، هل 2 m زائد 1 شو تساوي؟ تساوي 2k زائد 1 زائد 1. هاي m زائد 1 وهي بسيطة، هاي تساوي 2 كي زائد 2، وهاي تساوي بنطلع 2 عامل مشترك بيطلع 2 كي زائد 1. هاي انتجر، أي انتجر مش مهم شو هو، أي عدد بكتبه على شكل 2 ضرب انتجر، يعني إنه m زائد 1 هو شكله إنه 2 ضرب انتجر، وهذا معناته إنه هو even. لاحظوا إنه بهاي الحالة أنا أثبتت إيش؟ التو كيسز. هل التو كيسز، هل إثبات التو كيسز هذول بيثبت هاي النظرية؟ الجواب وهلا بدنا نعمل نفحصها. يعني أنا قسمت البروف تبعي انتو كيسز. ديروا بالكم مش دائما بقدر أقسمه انتو كيسز، بقدر أقسمه انتو كيسز. هاي خلينا نأخذ هذه ميثود أو بروف. أنا عندي هون method of proof division into cases، هذا اسم التكنيك في البروف. وهذا بس هذا وين تقدر استخدمه؟ إذا كنت اللي بدي حاول أثبته هو if a زائد واحد or، متأسف هاي مش or، بقصد انها or مش even، خلينا نمحاها. وهاي افرض انها or، if a زائد واحد or a زائد اثنين or a زائد n، then c. اذا كان عندي هاي الحالة معناته يعني بقسم البروف تبعتي لأقسام. بقول if
A واحد then C بثبتها بثبتها و if A اثنين then C بثبتها ولا عند A N then C برضو بثبتها إثبات هذول كل واحد لحالها هو يعني إني أنا أثبتت الجملة الأولى هاي التكنيك في الإثبات في الدايركت بروف إحنا بنستخدمه عشان نبسط إثباتنا هذا على فكرة تقدر تستخدموه إذا كان عندنا هاي الكيس إذا كان عندنا الكيس if A1 or A2 or إلى حد L M then C بقدر أقسمه بهذه الصورة وأنا على فكرة أرجع لورا شوي أنا بالضبط هيك سويت كان في عندي إذا الأول even or الأول odd then C then يعني اللي بعده بيكون عكسه هذا اللي حاولت أثبته طيب نأخذ مثال إضافي عليه هلا بس خلينا قبل ما نأخذ المثال خلينا نشوف بس هيك المقدمة المثال اللي ما نثبته هان بدنا نقول إنه في عنا إشي اسمه موديولو 4 شو يعني موديولو 4 إنه أنا بقدر أمثل أي عدد انتجر يا إما بيكون إن على شكل بقدر أكتبه على شكل يا 4Q يا 4Q زائد 1 يا 4Q زائد 2 يا 4Q زائد 3 أي عدد صحيح طبعا إحنا يعني هاي معناها أو بدل ما أكتب الأربع حالات هذول بقدر أقول أي عدد صحيح بقدر أمثله على شكل 4Q زائد R وعندي R يعني 4 ضرب انتجر زائد R وR يا إما بتكون 0 يا واحد يا اثنين يا ثلاث عمرها ما بقت أربعة دائما أقل من أربعة طيب هاتوا نطبق division into cases ونقرأها بس في هذا الإثبات هذا النظري شو بتقول هاي النظرية بتقول إنه تربيع the square of any odd integer has the form 8m زائد 1 for some integer m يعني تربيع أي عدد فردي بقدر أكتبه على صيغة تربيع أي عدد فردي بقدر أكتبه على صيغة 8M زائد 1 إذا بدنا نحاول نكتبه باللوجيك this كيف بدنا نكتبه باللوجيك بالفيرست أوردر لوجيك the square of any odd integer يعني أي عدد integer odd أي عدد يعني for all n تنتمي إلى حطيت أنا هاي إنه زد odd there exist m في عدد يعني لأي عدد odd في عدد صحيح إنه m إن تربيع يساوي 8 m زائد 1 تربيع أي عدد تربيع أي عدد odd بيكون 8M زائد أو بنقدر نكتبه على شكل 8M زائد 1 هل عاد كيف بدي أثبته هذا المثال نعرف إحنا إنه أو يعطينا هنت طبعا مش دائما نأخذ هنتس إحنا خاصة في الامتحانات ما نعطيش هنتس إحنا أي عدد نقدر إحنا كنا إذا كان انتجر قبل شوي حكينا إني بقدر أكتبه أي عدد بقدر أكتبه على 4Q أو 4Q زائد 1 أو 4Q زائد 2 أو 4Q زائد 3 وإذا طبعا كان فردي بدي يبقى 4Q زائد 1 أو 4Q زائد 3 حاول تستفيد من هذه النظرية أو هاي الهند وتقول هات نقسم الإثبات تبعنا عشان ما نثبت معناته أي عدد صحيح أي عدد صحيح فردي بيكون يا إما على 4Q زائد 1 فهي أول كيس بدي أثبت بأنه بعدين أوصل لثماني إم زائد واحد أو بده يكون 4Q زائد 3 طيب هلأ إذا كان أنه العدد الفردي هذا على شكل 4Q زائد واحد هاي الN يعني الN تساوي 4Q زائد واحد
بيكون ال n تربيع عشان أكتبه على شكل 8m زائد 1 بدي شو بيكون؟ هات ربع هذا العدد، ربع هذا العدد 4q زائد 1 تربيع، هاي هي n تربيع. فك أو حللها، شو بتساوي هاي؟ بدها تساوي 4q زائد 1 بتساوي 16q 2 q تربيع زائد 8q زائد 1. ديروا بالكم أنا وين رايح؟ أنا رايح إني بدي أوصل لهاي الصيغة، هاي صيغة إنه هل العدد إذا كان مكتوب على شكل 4q زائد 1 العدد الفردي، هل تربيعه نقدر نكتبه على شكل 8m زائد 1؟ فهاي بسيطة، باخذ الثمانية عامل مشترك، 8 في 2 كيو تربيع زائد كيو زائد 1، وهاي شو تساوي؟ هاي أي عدد، أي عدد صحيح، يعني هاي بنقول أي عدد صحيح نفترض إنها إن، فمعناته أنا فعلا بقدر أكتب إن على شكل إن تربيع على شكل 8 إم زائد 1 فعلا. هلا اذا كان العدد ان تساوي كان في ان تساوي 4 كيو زائد 3، اذا كان هيك صيغته، هل بقدر اكتبه على هذا الشكل؟ هل تربيعه يساوي هذا الشكل؟ بنشوف هاي الان تربيع تساوي 8 ام زائد 1 وهي تساوي ربع هذا العدد، بيطلع عنا ايش؟ فكها شو بيطلع؟ 16 كيو تربيع زائد 24 كيو زائد 8 زائد 1، وهاي برضو حاول خذ الثمانية عامل مشترك، بيطلع 8 في 2 كيو تربيع زائد 3 كيو زائد 1 زائد 1، وفعلا أنا هذا عدد صحيح. هلا معناته بقدر أقول إنه M فعلا ان تربيع فعلا بقدر اكتبها على شكل 8 ام زائد 1. اثبات هذول العددين، اثبات هاي اول كيس، واثبتت الكيس الثاني انه لما يكون العدد لانه له صورتين بس فيش غير، اذا ربعتهم فعلا، اذا ربعت الثنتين فعلا بقدر اكتبه على شكل 8 ام زائد 1، يعني اثبتت الاولى واثبتت الثانيه، واثبات الاولى والثانيه كنا انتو كيسز ديفايد انتو كيسز، هو فعلا بيثبت لنا النظريه هذه. طيب لهون انا بدي اوقف، وهذه الابسوليوت فاليوز برضو شغله صغيره انتو بتتعلموها لحالكم.